بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة، انطلاقة جديدة واندفاع كبيرة من هنا من عاصمة الميادين في هذا اليوم الخاص بسن اللقاية وانطلاقات اللقاية. أتقدم بتقدم هذه الأسماء، شوطنا التاسع عشر الخاص باللقاية القعدان المهجنات، أشواط الإنتاج أول التحديات. هذا شعار بن غصنة يتقدم مع ملفت سالم بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري على المركز الأول، بينما اللي على المركز الثاني ناصي يتقدم في هذه اللحظات. حارب بن محمد بن غنام الهاملي يتقدم بشعاره بانطلاقة ناصي، شعار يقدم مستويات وأداءات كبيرة ومرموقة في هذا اليوم. شعار بن غنام بين ملي على المركز الثالث، أيضا هذا شعار بن غصنة يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقة مقدام محمد بن سهيل بن غصنة العامري على المركز الثالث، بينما اللي على المركز الرابع أشوف انطلاقة الكايد ناصر بن محمد بن قران المنصوري يتقدم ويندفع بالكايد على المركز الرابع والمركز الخامس. انطلاقة وحضور واندفاعة الشام سالم بن خليفة بن لسيود الدرعي يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس شوف الاندفاع الوصول من مجد ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس. والمركز السابع القدوم من هملول ابراهيم بن سعود بن صغير الدرعي حاضر بهملول في هذه اللحظات على المركز السابع. والمركز الثامن شعار بن بيشان يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع شايبان حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي يتجاوز الى المراكز الامامية. والمركز التاسع ايضا انطلاقة وحضور الذيب، هناك المنطلق على ما يبدو لي اهلال بالغدير بن عبد العجيز الاكتبي بالعجيد الاكتبي يتقدم ويندفع في هذه اللحظات، بينما القادم والمنطلق هو شعار بن منانة في هذه اللحظات ينضم ويتدخل بانطلاقة مختلف في هذه اللحظات. او هناك مغرور، نعم سعيد بن منانة بن غدي الاكتبي والوصول والانضمام في هذه اللحظات. التدخل من عز الجيش سعيد بن علي بالسم المنصوري، هذه العشر المراكز الاولى، هذه الانطلاقة والعودة من جديد الى مقدمة الشوط الى صدارة الشوط الى هناك الاثنين كيلو متر المتبقية. يا من تتابع ويا من تراقب هذا الانطلاق، المركز الاول بن غنام مازال منطلقا على مقدمة الشوط بحضور ناصي حارب بن محمد بن غنام الهام ليندفع ينطلق بانطلاقة قوية، انطلاقات قوية. هذا الشعار شعار بن غنام واندفاعاته كبيرة، حضوره كبير هذا اليوم هذا الشعار، بينما اللي على المركز الثاني يتقدم احد الشعارات الوثبوية انطلاقة شعار بن غصنة القادم مع ملفت سالم بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري. والمركز الثالث شوف ايضا الانطلاق الوثباوي القادم مع الكاي ناصر بن محمد بن قران المنصوري، بينما اللي على المركز الرابع وصلوا وتقدموا ابناء المملكة لينطلقون مع شايبان حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي يتقدم وينطلقون ابناء جودة. المركز الخامس شوف هملول ابراهيم بن سعود بن صغير الدرعي يتقدم وينطلق على المركز الخامس، هذه الكوكبة الخماسية الكبيرة. ولا لكن بن غنام بن غنام بن غنام بن غنام ينطلق على المركز الاول يندفع بصدارة الشوط. ناصي وماركة ناصي وما ادراك ما ناصي وسلالات ناصي يتقدم بن غنام. يا سلام يا سلام، انطلق بن غنام بهذا الاداء الكبير بهذا المستوى المميز. العصف الابطان يا اخواني اللي يبغي الفوز، يا اخواني اللي يبغي الناموس ينطلق مع بن غنام
يندفع مع ابن غنام الدرعي على المركز الثاني، اعلن حضوره، اعلن انطلاقته، هناك مع هملول ابراهيم بن سعود بالصير الدرعي، ولكن بن غنام يتقدم على المركز الاول، يندفع على المركز الاول. شوط الانتاج لين شوط الانتاج مع من الدرعي واصل وبكل قوه، روح يا بن غنام، رش يا بوحده وثنتين، خله يروح يا اخوك على المركز الاول بالانطلاق المميز. ناصي راح 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 راعي ناصي، راح بن غنام، بدا الشوط راس بينهيه راس راعي ناصي، بن غنام الغنايم لك، الفوز لك يا راعي ناصي في شوط الانتاج. انطلق هناك بدون اي منافس، بس خلاص يا اخوك الحين ما يحتاج العصا، خلاص يا بن غنام ما يبي العصا ولا هوب، يحتاج ناصي. سلام بن غنام سلام، قلت لكم وحذرتكم يا اخواني من هذا الشعار وانطلاقاته الكبيرة، حارب بن محمد بن غنام الهاملي، تستاهل الفوز والناموس يا بن غنام. المركز الثاني هناك كان دخول جماعي ما بين شعار الدرعي مع هملول ابراهيم بن سعود بصير الدرعي، وايضا هناك كان سكر عبيد بن سعيد بن زايد بن سعيد المزروعي، هناك كان دخول جماعي ما بين المركز الثاني والثالث. المركز الرابع ملفت سالم بن سهيل بن مسعود بن غصنه العامري، والمركز الخامس انطلاقه كفو عبد الرحمن بن سيف غدير العرياني. تهانينا والناموس للجميع، تهانينا والناموس لك يا بن غنام على هذا المستوى، على هذا الاداء الكبير. 7 دقائق 26 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، بن غنام ما زال يظفر بالغنائم، ما زال يقدم الكثير والكبير من العطاء مع شعاره في هذا اليوم الذي يقدم المستويات الكبيرة وخاطفا لعديد من النقاط. المركز الثاني إذن الدرعي على المركز الثاني، هناك بانطلاقته وباندفاعته شعار هملول إبراهيم بن سعود بصير الدرعي هو من حل ثانيا في هذا الشوط، والمركز الثالث كان هنالك سكر عبيد بن سعيد بن زايد بن سعيد المزروعي، هناك بتوقيت زمن 7 دقائق 29 ثانية، 8 أجزاء من الثانية لكليهما على المركزين الثاني والثالث. تهانينا والناموس للجميع.